إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد استيعاب وإن لفهم معنه قراءة أين صومرني تدريب واحد ليس ككوباد ضع علامة صواب علامة الصحر أدك أو علامة غلط أما علامة خطأ أدك أما ثم صحح الخطأ دبيدنا وحي خلط أدوك الصح جملة دهان صوص على دبيدنا الصحر أدك تو وحي صح حقا نسو وريج والصواب لك كقر انتهي كقر وحي أدخلت دهان سيدة صحر تهي لك كقر واحد الزواج أمر ضروري قورك وأرهن لك من مارمان وآه لاستمرار الحياة إن نلاش بين آدم كسيجرتو تاسوا صحبة ثورنا جيسا مركو هري تبعنا حقنا تكوكوري سيدا استاو قرن اثنين بداية الحياة الزوجية نلاش حاسنمو يقويسنمو تبدأ واحد كبر عبان تابع الاختيار مركو هرا قفكو إنو حشو قفكو وقورسنا يرقي يدمر با نلاش ولو داقي هلكا سنو حوية واصحو حقنا تبعنا تكوكوري سيدا ثلاثة اختيار الزوج حلاشة أنك وقبرنا حلانيو أو الزوجة أما قبرنا أنك أي حلانيسا يحتاج وحبا هيا هي إلى مسكن قري يعني قري أولي هيا أنك أما أنك قبرنا قري لها هيا تاسوا خطأ أو وعلامة خطأ بات ساريسا تاسوا حلانيسا اختيار الزوج أو الزوجة يحتاج إلى جهد مبالكا أنه قري الددال إن الله قلو أي أبا هيا أفر أم أربعة أهم صفة لشريك الحياة أهم صفة تلمانتا أغو مهم سن أغو ناكسن لشريك الحياة قفك نلوش كلوة داقي أدقور سري سرقي يدمر با أغو ناكسن أن يكون جميلا إنو قف قرح بضن نغضو تاسنا خط أباد ساريسا تبادنا هالك خب بيقوم حد كوريسا أهم صفة لحياة لشريك الحياة الدين وأنو قف قف دين ليهي خمسة قول موافقة الرجل والمرأة انت عري ننك ايه قبرد هشينين ايه آن ايه اسقورسان آن ايه اسقو افقران يمكن وحا صورتا قرأ ان يرى احدهما الاخر ان لبدو دمت او اركك كلي تاسنا هو خطأ وبعد الموافقة وحضا نيسا بعد الموافقة الرجل والمرأة يمكن ان يرى احدهما الاخر هل كان قبل امباد بعد كبدليسا تدريب الثاني وحوية كان الله يلسك اللبات اختر واحد دورتها الجواب الصحيح جواب تسحد الدور واحد كو دورة نيسا بوضع دائرة انا تجلسو قوبو حول الحرف المناسب حرفك كوهبون انا تجلسو اين قوبو حرفك اوتشي دا وحوية الف يبا يجين با حروف تاسا تبعد نمدو لبيت جواب اهرية هذي جواب تا الف تسحد الف تقوب قلي هذه جواب تبعض صح تاني بعد جواب جري هذه جواب تجيم ككوت على صح تاني تجيم ك جواب الجري واحد كلمة الذرية أرجع الذرية مركل إلى هذا في صدر الأول كتيرة صدر كأوهر هي تعني واحد أشيء دا ذريته وألكم حاكم قرنا منذ آخر الله آدم وكتب عليها يعيش على الأرض هو وذريته وصدر ككوبات كتيرة وها تعني معنيه ذو واحد وجه ضايته هاي ألف الناس ضد كان لوجته ذا باء القوم واحد لوجته ذا أمضى جيم واحد لوجته ذا الأولاد أبد كان لوجته ذا كل كان جيم كجواب تأولاد باء صحة جيم كان مركب جوبا جرينيسا اثنين ليجد الإنسان سوقف أهرا الزوجة تقبل حاس كأ أو الزوجة أما يقبل إنك أهشو المناسبة كوها بون يحتاج وح أبا هي
إلى ألف إلى جهد إنه دداده وقلوا بارو با إلى مال إنه حيوله هلو جيم إلى بيت إنه قري هلو أيو باهين هاي ألف كاد قوبة قلنسا وجهد إلى الله هلايا إيا إن دي الله راديو الله تعب قلو ثلاثة على الأبي أبها واحد شيسا أن ألف يفرض رأيه على ابنته إنه كوة تبيوه كخصوه إن أنتيسا أركتدا وسوق قبو أولا هذا أرغن إنك أنتونه أيو بان كو قورينا يا با أن يستمع إلى رأي ابنته إنو دقيستو إنان تيسو فكر كأي قبطو وهذا يكون رعدان أو قوري هذي كاللو يسكد دايو جيم أن يخطب إنو يسقو أن يخطب إنو أقيد فريستو لابنته إنان تيسا مركا هذا كيابا صحا تي إنان تيسا أقيد فريستان ما يه وها صحا كس لبقضا يعني أن يستمع إلى رأي ابنته inu inantiisa raayigeeda uu dhageysto markuu aan ninkaasa ku doonaya inuu raa maxay kula tahay uu wax weydiyo idan weydiyo ama amarba weydiyo ayaa muhiim ah arbaa min qawaad ikhtiyaar zawjati qaadada iyo qodobada iyo sardigeeda lagu doonto lagu doortay lagu xusho gabadha waxa kamida fil islaami diinta islaamka dhaxdeeda anta kuuna inay tahay alif saalihatan gabadh wanaagsan ba ghariyatan gabadh xoolale jim شريكة حياة جميلة قبل نلوش كله وذاكت أقرح بدن يعني تبعنا واحد صح يا ألف ك صالح قبل وعسين نقطو دين تكون عيسن أي دين تفرسها فاظفر بذات الدين تربت يداك خمسة الزوجة العاقلة قبل عقل قاله ألف تطلب واحد دونتا ما ليس لها وحنا حقولها بيد دونتا باء تطلب واحد دونتا المال حوريها أنت بيك دونتا من الزوج النكيدة جيم تجنب وحي كفوغيسا زوجها ننكيدا المشكلات وحيابها النباطضة جيم كامر كالا صحيا تدريب الثالث تدريب كسدحات أجب كجواب باختصار سكوبا عما يلي وحن صوص عضا سكوبا وقال جواب لماذا كان الزوج عفوا لماذا كان الزواج محوق قورك ونقضي أمرا ضروريا arin laga ma marmaan muxuu noqday ee laysa oo loo deen kari waayay leesimraar ilhayat weey nolosha inay deesii jirto maada qaal quraan maxa uu yiri quraanku fi wasfi zawjati marku tilmaamayay gabadha haaska as-saliha as-salihati wanaagsan maayil alif as-salihatu qanitatun hafidatun lilghayb bima hafidha allah taratatun ka hul mar'atu gabadha waxa loo guursada لأربعين أفر لأربعة أشياء أفر شيء بالغو حشا اذكرها أفر تاشيك لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها أربعة أي امرأة قبل ديبا من الأربعة أفر تا يضمئن وكحسل كرا آمن كرا إليها إيضا القلب وقلبه يعني ذات الدين تدين تلو آمنية خمسة ماذا أباح الإسلام محوبا يدين تإسلام محوبا يسي للخاطب إنك سوقيت فريستي قبل يقورس الدونية يوال مخطوبة قبل لو سوقيت فريستي لبدا بمحوه أبني وحاوه أبني أن يرى أحدهما الآخر بعد الموافقة مالك قورك إلا يسقورس لغوه الشيو إنا يسار كان إنتان عقد قدعين مفردات إما كانوا أرأيو تدريب واحد ليرسك كوبات سل واحد حريرسا بين الكلمتين لبدا أرأي المترادفتين إيسكو معنها رابطة بحلقة قرن قيب تنقلوا واحد يسكو معنى يهين واحد رابطة كرد حيث لبا الشيء أما كبدا علاقة بحلقة يسكو معنى يهين ويدون حريرة جاء بحلقة قرن ويمد واحد يسكو معنى يهين أتا ويمد صائر ودمانتي شيء دمانتي واحد يسكو معنى يهين توضن بيسي جميع دمانتي يرى وأركي أي يدون حلقة قطالة واحد دبنا يسكو معنى يهين ينظر إلى أو إيجيا أو يعني أو أركيا أي يسكو معنى يهين يتزوج أو جورسنا يا بالك أكو قرن ما هاي يسكو معنى يهين ينكح أو جورسنا النكاح بالك أكو قرن وهاي يسكو معنى يهين الزواج وحاجة أكو قرن مرك الله بالله هذا أربي يسكو معنى يهين الله بقارب يسكو معنى يهين تدريب الثاني وهو لا يلزك الله بعد سل بين الكلمة والتعريف واحد حرير ساء كلمة هي تلمانتا هي قيحدة المناسبة كلمة كوها بون واحد واحد قرأ الزوجة قبل حاسكي لقبوية
dabeedna waxa ay qeexideedu waa maxay daalka qabo shariikatu lxayaat waa gabadha nolosha kula wadaagta ayaa la yidhahdaa zawja itniin aadam ba halkaa ku qoran aadam waa itniin halka wowga waxaa ku qoran abulbashar waa bini aadanka odaygii dhalay ee awowgu u ahaa dhammaantood iyo aabbahaba weyn talaata aduriya baa halkaa ku qoran duriya waa ubadka iyo caruurta iyo tafirtaa dhasho alifka waxaa ku qoran u horeeya alawlaad ubadka la yidhahdaa maxay aduriya arbaca alkhaatib waa ninka soo geed fadhiista maxaa ku qoran halka ba-da khaatib waxaa la yidhahda alkhaatib alladii waa ninka alrajulu waa ninka alladii ninka yadlubu doonaya almar'ata gabadha doonaya muxuu gabadha u doonayaa lizawaaji inuu guursado khamsa alxayawaaniya xayawaannimo iyo dadnimo la-aan ayaa halkaa lagu qoray dabeedna waxaa haada qabo xayawaaniya waxaa la yidhaha iyo dadnimo la-aan yacni waa xoolanimo xayawaaniyadu anta kuna waa inay usugnaato lilinsaani qofka bini aadanka ah sifaatu lxayawaan tilmaamaha xoolaha waa inuu yeesho kolkaasaa la odhanayaa waa xayawaaniya furida baa halkaa ku qoran furida waa maxay furida macnaheedu sitay ku qoran tahay jiimka qabo kutiba calayhi waa lagu waajibiyey weyaan furida waa lagu waajibiyey wey tadriib taalit waaya ataalit waxa weeye layliska saddexaad ibxas baadh can macaani lkalimaat erayadan macnayowgooda baadh fii mucjamin carabiyin qaamuus carabiya ka baadh wasajil waxaad qortaa macaaniyaha macnayowgeeda yastaganii wuu ka maarmay weeyaan waxaad ka baadhi kartaa haniya oo yacni mujaradkiisiya yasmu yacni waa shay sarreeya samuwa baad ka baadhaysaa oo sarraynta ah alcuhuur waa waxa la helo cathara baad ka baadhaysaa alitifaaq waa heshiis wafaqa yacni wuu ku raacay iyo la heshiiyey yaad ka baadhaysaa khamsa fitnatun waa fitna iyo balaayo dhacday fatana baad markaa ka baadhaysaa sita yatafakaru yacni wuu ka fikirayaa fakara baad iyadana ka baadhaysaa alwaxdatu raabica qaybta afraad waxay weeye alxayaatu waa nolosha fi lmadiinati magaalo weyn lagu noolaado madiina waa magaalo caasimada ama magaalo mada ha noqoto amayay noqonin waa magaalo weyn ayaa la yidhahdaa almadiina bayna alqaryati waalmadiina waxa ay ku kala duwan yihiin magaalada weyn iyo magaalada yar alumu hooyadu waxay tidhi yaa aabaa camrin camar aabbihiiyow waa ninkeedi bay la hadlaysaa maa ra'yuka maxay kula tahay an natruka inaynu ka tagno alqaryata daabiyadan aynu degannahay oo wanaskuna aynu degno filcaasimati magaalada caasimada ah maxay bal ka tali inaynu iskaga guurno daabiyadan oo aynu degno magaalada caasimada ah daabiyadu waa ta xagga sare ku qoran ee caasimadana waa tan ku xigta sawirkan ku xiga alaabu aabbi wuxuu ihi lanaa innagu beytun guri baynu ku leenahay filqaryati daabiyadeenna guri baynu ku leenahay walaysa lanaa inagu ma lihin beytun guri kuma lihin filcaasimati magaalada caasimadee weyn guri kuma lihin dee markaa limaadaa natruku buu ihi maxaynu uga tegaynaa beytanaa gurigeenna maxaynu uga tegaynaa oo wanarxalu aynu ugu guuraynaa ilaa hunaaka halkaa aad sheegaysa caasimada ah waxaynu ugu guuraynaa waa maxay maadaama aynaan guri ku lahayn halkana aynu guri ku leenahay oo aynu degannahay alumu hooyadu waxay tihi awlaaduna caruurteenniiba yaciishuuna waxay ku nool yihiin oy degan yihiin filcaasimati caasimaday degayn caruurtaanu dhalay xuseyn ninka leylaa xuseyn yadrusu wuxuu wax ka bartaa filjaamicati jaamacaduu dhigtaa wa muxsinatu inanta la yidhaahdaana tadrusu waxay wax ka barataa fii kuliyati lmucallimaat kuliyadda ay macallimiintu ka soo baxaan wa hasaan ninka la yidhaahdaana yacmalu wuxuu ka shaqeeyaa fii sharikatin shirkad hunaaka halkaa ku taalla caasimadda ayuu ka shaqeeyaa alaabu aabbihi baa yidhi hal natruku miyaynu ka tagnaa masracatanaa beerteenna yaa umma camrin umma camare miyaynu ka tagnaa beerteenna miyaynu ka tagnaa sayamuutu zarcu wuu dhiman doonaa dalagan aynu beernay waa geedgaabka iyo washajaru dhirta waaweyn sa timirta iyo dhirta waaweyn ee jirdaaweynta alumu hooyadii waxay tidhi ana khaa'ifatun anugu waxaan u baqayaa calaa awlaadi caruurtayda waayo alxawaadithu shilalku kahiiratun way ku fara badan yihiin filcaasimati magaalada weyne caasimadda magaalo madaxda ah alaabu aabbihi wuxuu yidhi ana anigu laa uxibu lcaasimata anigu caasimadda ma jecli ana uxibu beytii anigu gurigeyganaan jeclahay iyagu masracatii beertayda alumu hooyadii baa tidhi ana anigu laa uxibu lcaasimata
أن عاصمة مجعلي أيضا سيدو كلا سيدو هذا سو كلا فهناك هلكا وحا كجرا عاصمة التلوث وحا كجرا يعني وسخو با كجرا يبوليوشن وحلا إلهو وهو ديدو ما هن نظيف نظافة ديدونا مفعنا والضوضاء بوق بدن يقوح بدن مشينا دا إيو ديارة دها إيو إيه مارتي وحا قيلنا يبابورتا إيو سوحن كيسا قد يدا بدن والازدحام عريري بدن باكرة oo dadka ku fara badan oo gaadiidka ku fara badan oo waa cidhiidhi iyo maartay meel buuq badan ee alaabo abu xul wa fil qaryati taabiyada waxa kala dogan alaahlu dadkii xigtadeen aha iyo wal jiiraanu dadkii aanu jaarka ahayn iyo aanu sanqaani ba iyaguna jooga inda garadka aha oo iyaguna nolosha qayb kamida ah alaabo abi wuxuu yiri hada haqqun alum hooyadu waxay tiri hada taasi haq warun waa shay run ah laakiinka adigu mariid waad xanuunsanaysa waana aniguna mariidatu waan bukaa aydan sidaas oo kale nahnu inagu nahtaaju waxaan u baahanahay ila awlaadina caruurteeni inay la noolaano oo ay noo shaqeeyaan ayaynu u baahanahay alaabo abi wuxuu yiri wahum iyaga laftooduna yahtaajuna ilayna inagu way noo baahanadeen waalidkiinahay aydan sida oo kale seenu inagu baa ugu baahanahay ayaynu talaayo tusaale iyo waayo aragnimo iyo aynu inaguna u korinaynaa oo haddii Alla idmo wada jir waa aadi inaynu wada joognaa way wanaagsan tahay almu hooyadu waxay tiri nabiicu waynu iibinaynaa albayta guriga waynu iibinaynaa walmasracata beertana waynu iibinaynaa wanastari waxaynu iibsanaynaa baytan guri fil caasimati caasimada ku yaal alaabo aabi wuxuu yiri saadulubu waxaan ka codsan doonaa milad awlaada caruurteena an yastaru inay noo iibiyaan lana inaga baytan guri hunaaka halkaa ku yaal caasimada alumu hooyadu waxay tidhi jazaakallahu khayran ilaahay wanaagka kugu abaal mariyo talada aad igu raacday yaa aabaa camrin camar aabihiyo ayay dabeedna hooyadii tidhi isticaa waxay imikana weeye macnihii oo si guud loo fahmo tadriib awal ama tadriib waaxid layliska koobaad dac calaamata sawaab calaamada saxda ah ku qor oo calaamata khata ama calaamada qaladka ku qor jumladahan af shantee meesha ku qoran ta saxana sax ku qor ta qaladana qalad ku qor tuma saxix ilkhata'a dabeedna khaladka adigu sax ta qaldan asawaab dabeedna wixii sawaaba halkan ku wada qor saxda waxa la gelinayaa goobu halka yare ee banaan ayaa saxdii qaladka lagu qoraya dabeedna wixii saxa noqda xaggaasaa lagu qoraya sawaab wixii qalad noqdana isagoo sax xagga sawaabka lagu qoraya waahid abu camrin camara bihi yuxibu wuxuu jecel yahay an yatruka alqarya inuu ka tago daabiyada taasi waa qalad markaas waxaa la odhanayaa abu camrin laa yuxibu an yatruka alqarya ee xagga kale lagu qoraya ma jecla itniin lilusrati baytun fi lcaasima caasimada qoyskani waxay ku leeyihiin magaalada weyn guri bay ku leeyihiin magaalo madaxda ah qalad baa lagu qorayaa waxa loo dhahay usrati baytun fil qarya ayaa saxdii xagga kale lagu qorayo talaata lil usrati thalathatu awlaad waxay qoyskani leeyihiin saddex caruur ah sax baa lagu qorayaa waayo saddex umbay noo sheegeen oo yacni saddexdii maaragtay muxuu ahaa qof ay noo sheegeen ee ahaa xuseen iyo muxsina iyo xasaan umbay noo sheegeen arbaca alabu walumu mariidaani aabadii hooyaduna way bukaan sax baa lagu qoraya xaggan sawaabkan oo jumladaa lagu wada qoraya khamsa satashtari way iibsan doontaa alusratu qoyskani baytun guri bay ka iibsanayaan filqaryati daabiyada qalad baa lagu qorayaa dabeedna xaggan kale waxaa lagu qorayaa satashtari alusratu baytan fil caasima caasimada guri ka iibsanayaan mufradaad halkana ma tadriib thaani tanna waxa weeye waa layliska labaad rattib iljumala isku hagaaji jumladaha ataaliyata soo socda kamaa waradad fi lxiwaar wada sheekaysigii aabaha iyo hooyada dhex maray sida u sheekaysteen jumladahani say u kala horreeyeen u kala horreysiin halkaa dambana wuxuu ku qoray aljumalu murattaba halkan waxaa lagu qorayaa jumladahan afarta ah oo say u kala horreeyeen loo qoray marka
وحالك وحوه رجل سال الأسرة ثلاثة أولاد وحقيس ليهين للأسرة وحقيس ليهين ثلاثة أولاد الأسرة قيس وحي ليهين ثلاثة أولاد صدح عرورها يعيشون كنول في العاصمة صدح لا عروري لي ده نحن قلنا يا الأم خائفة هو يد وحي أبا قنيسة على أولادها عرورتها في العاصمة عاصمة الشوكتة ده نحن قلنا يا سيبيعوا يبن دونا أرابو آبوه البيت القريقة يوال مزرعة بيرت دابية دقوطة الله أي يبن دونا سيشتري وحي يبن دونان سو يبن دونان الأولاد أبد كاورا ليلة بيت قريبا يوغا يبن دونان للأسرة قويسك في العاصمة عاصمة يوغا يبن دونان ساسي يسوكو حقين مفردات إما كانوا حوية إريو إري كليئة تدريب واحد ليلسك كوبات وحوية ضع الكلمات واحد اكتا كلمة ده هي إريادة المشتقة لغا صوت شيحي ee laga soo dheegtay min maadada darasa maadada iyo erayga darasa uu bartay fil amaakin munaasiba meelaha banaan ee maaratay ku haboon giri oo maxay kale yihiin aqada mudarrisatun wa muallimat mudarrisun wa muallim diraasatun wa barasho yadrusu uu barta yudarrisu uu dhiga madrasatun meesha wax lagu barto intuba maxay ka yimaadeen درس وامساء اري والح اري مدرسة وامناش وحلقوا برتو ما مدرسة ومعلمة مدرس ومعلم دراسة ووحبرش يدرس وبرتا يدرس ودقا يساقى معلنا هي مدرسة وامناش وحلقوا دكتو ما رها اللحظة اهي بنان كوكل بوحي والله علونا يا كم واحد كم تلميذا امس ارضيبا في هذه المدرسة والله علونا يا توضى ما يسالق صوق عدنية madrasadani mise arday baa ku jira waxa dadana la oornaya ukhti walaashay mudarrisatun wa muallimat wa wax ka dhigtaa fi kulliyatil muallimat kulliyada ama jaamacada muallimaduhu ay wax ka bartaan ee lagu toobaro macallimiinta u fadl baa halka la qoraya waxaan anagu jeclahay diraasata tibbi inaan barto cilmiga caafimaadka وهذا الله لي ماذا يدرس محور دجا هذا المعلم معلم كان محور دجا وهذا الله لي أين يدرس أخوك هلكو وحكبرته هلكو وحكبرته ولا الكا وهذا الله لي والدي مدرس وهو والد كي يقول معلم كي يحي في الجامعة ساسا الأورنية والله وكل قرية اللي حد يساسي يسبب حنية تدريب الثاني ليلس كاللبات املأ الفراغ ما يشب النان كبوحي بالحرف حرفك المناسب كوهبون من الصندوق الصندوق كسوقات صندوق وهاك الأخطر كا محاكو قرن إلى يفي مركا ما يرها بنان ما يشا أي إلى دكورة يسنتهين إلى قري ما يشا أي في دكورة يسنتهين في دون قري أسكن بهالكا كقرن شقتين waxaa soo qaadanaysa fi askunu fi shaqatin rugban deginahay shaqadu waa 3 qol 4 qol oo isku xiran rahalatu waxay u guurtay alusratu qoyski ila aad qaadanaysa ila madinati magaalada ay u guurtay halkana ay jaamacatin tadrusu maaha fi dad soo qaadanaysa fi ay jaamacatin tadrusu jaamacada baad wax ka barata ahtaaju ma'in baridi soo maaha ahtaaju ila ma'in baridi waxaan u baahanahay biyo qabow halka meshan yaciishu akhi wuxuu ku nool yahay walaalkay fil qaryati daabiyada halkana ayna tusaafir soomaaha ilaad qaadanaysa ilaada ila ayna tusaafir xageed u socotaynaysa u safraysa aswaatun tan waa codad ya ulmadi tan waa yaada madka ee jiidan iyo waya ulin yaada linka ee iyadana yaada aan mad kala ahayn istamic dhageysu tan waxa la leeyahay cajalada والله إذا تبي نروح هذا يقطع ما رتى وحنا لقوي دينه يا المد هرت يا هذا مد كله صائتهم ويا أخرس ما يصير رواق صعدله
oo mulaazim joogto ku ah lisukun reebnin xaraka ma qaadato walaa yaqacu yaalaasi mana dhacdo awalan bilowga hadalkana ma gashay lan way reeban tahay bi khilaafi ya illin yaad laa ya ulintu way ka duwan tahay allati yaadaso taqbalu oo golaata al harakaati harakooyinka way aqbalaato waa la harakeyn kara wasukun reebnin kana way aqbasha wa taqacu bacda al harakaati harakaatkana way ka daba dhacdaa oo harakaadka ayaa ka horeeya iyo wasukun reebnin kala way ka daba dhacdaa wa fi awalil kalaam ee kalaamka bilowgiisa way gashaa wa wasadihi bartamihiisa dhexdana way gashaa wa aakhiri xagga dambana way gashaa ee alif iyo ba alifku waa yaa ummad baaduna waa yaa ulayn ciirun waa taa niilun diinun cayrun naylun deynun siirun sayrun biicun baycun miilun maylun inta badan yaada liinka waxaa ka horeeya fatxu yaa iyada ka horeynay tadriib hadaba waa layliska utlu akhri suurata tiin horta akhri suuratu watiin wazaytuun waduuri siniin suurada akhri mulaaxadatu naxwiya imika waa daymo iyo dib u eegid xagga naxwada la xidhiidha waxaanu kaga hadlaynaa mulaaxadadan iyo u fiirsigan almafcuulu bihi baan kaga hadlaynaa waa shayga shaqa ku dul dhacday mafcuulu bihigu almafcuulu bihi mafcuulu kii wax lagu sameeyey waxaa la yidhaa ismun waa magac mansuubun la kordhabo iyo dullu wuxuu tilmaamaa calaa man cidda iyo qofka ama shayga mantu had iyo jeer dadka caqliga ku dhacdaa laakiin shayga caqliga lahunmaaha ee guud ahaanba ciddii waqaca oo ku dhacay calayhi isaga dushiisa ficlul faacili kii shaqada qabtay shaqadii uu qabtay ciduu ku sameeyey ayuu mafcuulu bihigu tilmaamaa faacilkuna wuxuu tilmaamaa ciddii shaqada qabatay udrus baro wallaaxid eeg oo jalleec oo milicso dheeho waaxid tarakal abu aabihii baa ka tegey alqaryata daabiyadii ka tegitaanku wuxuu ku dhacay daabiyadaa laga tegey itniin tarakat ilum hooyadii waxaa ka tagtay albeyta guriga ka tegiddu gurigu ku dhacay makana talaata mafcuul bihi baa la yidhaha kaa yuxibu wuxuu jecel yahay alrajulu ninku alqaryata daabiyada jacaylku wuxuu ku dildhacayo la jecel yahay daabiyada dhicitaankuna qow ku yidhaahdo un maahe waxa weeye yacni waa in waxaan la qabanayaa ciddii uu ku socdo weeye arbac tuxibu lmar'atu gabadhu waxay jeceshahay almadiinata jacaylka gabadhu wuxuu ku dhacayaa magaalada weyn khamsa yabiicu muxamadun muxamed wuxuu iibsanayaa assayaarata baabuur iyo gaari buu iibsanayaa iibku wuxuu ku dhacayaa baabuurka sita yashtarii caliyun cali wuxuu iibsanayaa soo iibsanayaa almasracata yabiicu haddaa taba markaad u adiibinaysa lacagta qaadanayso yastarina waa markaad u aad lacagta bixinayso yastarii caliyun cali wuxuu soo iibsanayaa almasracata beer buu soo iibsanayaa beertii buu soo iibsanayaa iibka lasoo iibsanaya wuxuu ku dhacayaa beerta sabca yadrusu xuseynun xuseyn wuxuu bartaa atiba cilmiga caafimaadka ayuu bartay dhakhtarnimada marka atiba ayaa barashadu ku dulacaysa tamaaniya hal yatruku laabu aabuhu ma ka tegayaa almasracata beerta miyuu ka tegayaa ka tegiddu beertay ku dulacaysaa kaasaa mafcuul bihi la yidhaha tadriib halkani waa laylis akmil dhammaystir aljumala jumladaha ataaliyata soo socota bimafcuulin bihi mafcuulu bihi ku dhammaystir wadbidhu xarake bishakli xarake saar kordhowga ah kamaa fi lmithaal sa tusaalahan waaxid akala wuu cunay adiflu inankii yaraa atufaaxata wuxuu cunay xabo tufaaxa marka mafcuulkii cunitaanku ku dhacay ayuu qeexay sharibat way cabtay baa markaa kuu qoran albintu inantu allabana dhe marka caanihii bay cabtay oo harakadana saar baaca axmadu axmed wuxuu iibiyey assayaarata baabuurkii wuu iibiyey wakaa mafcuulka halkaasaanu gelinay arbaca tanaawul almariidu wuxuu qaatay qofkii xanuunsanayay addawaa'a faxasa wuu baaday addabiibu dhakhtarku almariida qofkii bukay kataba aaalibu ardaygii wuxuu qoray addarsa casharkii maarasa wuxuu sameeyey khaalidun khaalid alriyaadata ciyaar buu sameeyey tarakat albintu ayaa inoo qoran inantu waxay ka tagtay albeyta gurigii shaahada wuxuu daawaday
سعيد سعيد برامج التلفاز برامج دي كسعودة تي في قرأت وحي أخردي خولة خولة قصة تنبي أخردي وقالك إن مارتي مفعول كي سوق قادنه تدرس الطالبة وحي برتا أرضيضو اللغة العربية أي برتا كتبت وحي قرتي الطالبة أرضيضي وحي قرتي درسا عشر بي قرتي أما الدرس أي قرتي عشر كي ساسا مفعول كي اللي وقبه حنية إما كان هو فهم المسموع وحي لما قلي إن لفهمه وطام عنا يدوي هاي إن مركو هوري عشرد لديجيستو عشرد بولي هاي وحي أبدا بولي هاي يعني سلسلة داني استمع إلى الحوار لديجيستو وضع شيء كيسيك ثم ضع واحد اكتا علامة الصح أو علامة خطأ علامة الصواب علامة الصحة أو علامة خطأ أما تخلط كسار هل كان قوضة أما ليدك ماشي تهلا صار ثم صح الخطأ وحي خلط أدوه صح هل كان صوابك قوة ضقر واحد يسكن عبد الرحمن في المدينة عبد الرحمن مقالده الدقية الآن إمك مركز عجلد الدقية سنبتك جوابك رتاين صحتي أنكري اثنين كان عبد الرحمن يسكن عبد الرحمن وحو أهان شري مدقا في القرية الضابية من قبل خلق يهوري ثلاثة عبد الرحمن لا ينام عبد الرحمن ما سيحضه بسبب المرض حنون هاي الدرادي أربعة باع عبد الرحمن وحو يبيه المزرعة بيرتي يبيه واشترى وحو سو يبسدي بيتا قري خمسة زوجة عبد الرحمن تريد القرية وحيدوني ساطابية لتكون قريبة ساو نغتمدو لو وكأقلو وأقدقن من أمها هو يديد انت واحد كغيتو غابي كرتا مركز دقيسة تؤون عجلدة تكلم يمكن هو هذا تدريب واحد قارن اسبربردك بين الحياة النلوشة لقول نولي هاي في المدينة مقالة وين يوال حياة النلوشة لقول نولي هاي في القرية الطابية نشاط ثنائي واشقو لبقى جيس لأ واللوقف اي سويدينيان كان وضح الله يان تدريب وواتا حقا صور كاحا ولوك مقضواتي مقالة الطابية تنواتي وينيد تدريب التاني واكلبات تبادل اسوي دارسدا وصف الصور تلماما هلكن صورتها هلكن كو قورن ان تلمانك بحسان مع زميلك اسوي دارسدا ادي صاحبك نشاط ثنائي اسغنا وي اسك كاسنيان لبا اردي اما لبا قف تهيئه تنوا ديار غرو فكر بالكفيرسو او مسخدا رغرغ في الاجابتي ان اد كجوابتو عن الاسئله التاليه سؤالها سو سوده واحد ما أكثر المدن محيين مقالوين كوقبضا ازدحاما عريريغا بالسكان الديغان كأيلي عريريهين اوقضت كبضا في العالم الدنيا دا. الدنيا دا مقالوين كوقضت بضاني واكوه اثنين ما المشكلات ومحي لباتوين التي لباتوين تكون كتيرة في المدن الكبيرة مقالوين كواوي ومحي لباتوين لغلق المو وحكمدة الضوضاء بوقة الازدحام عريري باكمدة التلوث وحكم إذا يضع النظافة دره جرته وهي الله سوكله ثلاثة لماذا يهاجر محي أغتقان سكان الريف تدك الدابية ده ميقى الدقني إلى المدينة محي مقالة أغتقان وحي أغتقان يعني اللي يعملوا ساو وشقيا في الشركات والمسهانة ورشدها إيه شركتها إيه شقاك هلا إيه إيه وحكا برتان تام عضا يوحي لمدكار أربعة إيه يعيشوا هل كي يكون نوريهين معظم سكان العالم dadka degan adduunyadan aynu ku noolahay intooda badani ma waxay ku nool yihiin fil muduni magaalooyinka ku nool yihiin waaweyn amil qarya mise waxay ku amil qura mise magaalooyinka yar yar ayay ku nool yihiin inta badan magaalooyinka ay ku nool yihiin libaada yufadilu mahay u door bidan baadun naasi dadka qaar kamidhi al hayata inay ku noolaadaan fil muduni kabiira magaalooyinka waaweyn yaciish waxay ku nool yihiin يعيش وحا كنول في المدن الكبيرة مقالوين كواوين وحا كنول مثل طوكيو مقالها طوكيو وطوكيو وعاصمة جبانك ولندن وعاصمة انجريسك ونيويورك ومريكن كيكوتا الله والقاهرة وعاصمة مصر ملايين الناس مقالوين كها سوكري ملايين دات أبا كنول مقالة كلية ملايين تاس كنولين ويواجه وحيلا كلمان سكان المدني dadka degan magaalooyinka waa magaalooyinka al kabiirati waa weyn
مشكلات بين كل كلمان نلاش مجال هذا مشكلتها يدي باتوين كاسو كبيرة وين كبيرة وين دباتوين وين أي لا كلمان دتك مجالوين كوين دجن مثل واحد كمدة التلوث بارتك كمدة والسخوج حاجة هودا هي نظافة الرضا قشنك هي مارتي وحيا بهن أي وشدو صو صاريان بابور صو طوريان أو هودا وسخ بدن كسي داية وعافي ما درو سبب كره والجريمة تبا كمدة دنبية ده دلك إيه ضع إيه لباتوين بدن خياموين إيه مسابب بدن أو جرائمة أو أي تذكر كده حنولي جانجس يبلاي سنة عاد كده حنول أيام قالوا إنك أبو تشيرينو أي راح تجيفة والازدحام عريري إيه نلاش يو يعني تذكر أي سكوف ربطين أو أنفار الحين أي كشرته وبالرغم يدو أو أي تيران إنك استو أو أي تيران من هذه المشكلات لباتوين كأنه شجن يجو أي تيران هذانا يفضل واحد دور بدان وأي تعليه كثير فربضان ومن الناس يدتك كمده الحياة إن يكون ولادان في المدن الكبيرة مقالوين كواوين يدو لباتدان أي أجهين محايا لا يكون دورتين لأن فيها مقالوين كواوين حكود حيا المصانع ورشده والشركات شركته شقد اللقه لي والجامعات جامعاتي وحلقة برني والمكتبات مكتبته وحلقة آخر سنة كتبته يالين والأسواق سوقيته وحول باللقه يبسني والمستشفيات دخترها دي دوين كاللقه لي وأماكن الترويح ميلها النساشدة اقرامضة ايو بيرها ايو ميلها صورا نادية ايو وحاسها لقه لي وآن لقه لي مقالوين كيرير يزداد ويسيب دانيان سكان المدني تدك دقن مقالوين كواوين كل يوم مالين والبوي سيبطان مهاي يلي لأن سكان الريفي تدك ميقى دقني يهاجرون وحيوسو قوران إليها مقالوين كواوين بي سوقران ومارك داد حوقه كعو وميقى دقني وحي سوقران للي يرد أوردن يددك حوق الأوردن مقالوين كواوين بي سوقران للعمل سيوغش قيستان في المصانع ورشدها والشركات الشركتها ويتركون وحي كتغان العمل شقدي كهيين في زراعة بيرها بيرتانكا يورع يحول الرقصدي أي حولها دقن يحولها الراعيين ويسكي مادن فتستاد مركا وحا بضطة مركا مقالو إنك لغو صوى الشميو مشكلات المدني مقالو إنك دباتو دو وي بطان قولكا وقد أدركت وي أغادين ووي قرتين بعض الدولي دولتها قار كمدبا أغادي هذه المشكلة دباتدن تاغن إيه مقالو إنك واوين كأبور ميسا محاي أغادين مشكلة الهجرة لباتدا أصو بركعة يسو كعتان كلاغا سو قوريو من الريف ميغا إيه لو سو قوريو إلى المدينة مقالة وين فبانت واحد لسين مصانع ورشدو كثيرة تنفر بضن أي في الريف ميغي كسميين دولتها واويني إيه تولياشي فرجع واحد ديب النقضي كثير انفر بضن ومن الناس يتدك كميدا أي في الريف ديغا ندي ميغا يتابي يده ديب النقضي يوال حياتي فيه إن ميجي يكون ولادان إلى ورسده وأوينا أشقده أباهنا أيام ميجي قبل الله صار أو توليه ويلجي أو بوق قدي بالفقي أو وسق قدي بالفقي تبع نحق عصا الله أيام يبقى إلا يجعل درس عضا شقدي أي درس عطا في القرن التاسع عشر الميلادي قرن جيس سجالي طبنات إلى سيد النبي عيسى وقت جيس لغشيه كان يسكن وح دجنان تري المدونة مجال ده نحو اثنين ونصف في المئة بقول كيبا لبا يبد لبا قف يبد ايه دقنان شري قرن جيسة سقالية تمناد من سكان العالم الدون كان اي نكون نول هوردن ديگان كي يومد كون نول بقول كيبا لبا يبد ايه عاسم ده كون نولا بريقي هوري تدكم ميبا اوضا بدنان جيبا جيسة عالم كبا انه قربا ماهي ثم وصلت وحي قادي النسبة وحي قادة ترادة إلى نحو 40% أي قادة بقول كيبا أفرتن بي قادة سنة 1980 كون سقال بقول يسي ديتن كي كون سقال بقول يسي ديتن كي واللح يصد سنة كهر أي قادة بقول كيبا أفرتن إلي أدوية دا مقالوين كووين سوق قلالي كون ولادان ووصلت وحي قادة
إلى 50 إلى 50% بقول كيف كنتم بهذا النجادي سنة 2000 سنة يلا بدكم وبلغ واحد جارين عدد سكان العالم ترى عددهم ككل نول عالم قد تكون نول تردس واحد جاري في سنة 2000 سنة يلا بدكم 6 مليارات لحم مليار أي جارين يعيش واحد كل نولهين أكثر إنك بدن من مليارين هل مليار إنك بدن أو منهم يجا كمده في مدن المجالين بين دقيين يكونون مجالين كاسو هالكيا في دول العالم الثالث وليبا دولتها عالم خصت هذا وبحيين مجالين كويا له أطيق قهرين كوشيجي كم تهاي أي هل مليار إنك بدني كن مليون إنك بدن باكون هالكا مجالين كا وسيب لغوح وقارد دونا سكان العالم الدنيا أمد الدقين iyana noolaha ku noolay bini aadanki aksar in ka farabadan min 8 milyaarad 8 milyaar bay ka badan doonaan shakhs 8 milyaar oo qof ayay ka badan doonaan sanata 2025 marka la gaaro 2025 insha Allah hadii Allah ila wasaysil waxaan u gaari doonaa sida la saadaalinayo sukaanul caalam adduunka inta ku nool waliba adduunka asaarid caalamka saddexaad caalamka la ila منهم أوضتك كمدة إلى 4 مليارات شخص إلى أفر مليار أي سيدي دان قنيا عالم خصدي حاضر خلابر قنيا أيوه والله أعلم بالصواب وبالله التوفيق.